بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من برنامج إكسترا اليوم. كالعادة بنناقش مع حضراتكم مستجدات الأوضاع في فلسطين، خاصة بعد المجزرة التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية. أيضا حنتطرق في حديثنا للاجتماع الرباعي اللي تم النهاردة في القاهرة بمشاركة مصرية قطرية أمريكية وإسرائيلية من أجل بحث سبل التهدئة في قطاع غزة. أيضا حيكون لنا نقاش عن العلاقات المصرية السعودية واللي على إثرها حتقام مباراة نهائي كأس مصر بين قطبي الكرة المصرية لأول مرة بالمملكة السعودية. طبعا الملفات الدولية سيكون لها أيضا نصيب في هذه الحلقة، واللي حنناقش فيها مستجدات الانتخابات الأمريكية على مدار ساعة إلا قليلا. سأكون مع حضراتكم أنا نانسي نور. أنظار العالم كلها بتتجه إلى مدينة رفح، ترقب وتوتر هو يعني من يسود المشهد. أعين الجميع تتجه إلى الحدود المصرية، ودول كثيرة بتدين الانتهاكات الإسرائيلية في غزة، واللي خلت الحقيقة الوضع كمان يتحول إلى كارثة إنسانية بكل المعايير الدولية. النهاردة بتدخل الحرب على قطاع غزة اليوم 130 وسط تهديدات بدخول رفح الفلسطينية اللي فيها أكثر عدد من اللاجئين الفلسطينيين. وهو ده الأمر اللي نال الحقيقة إدانات وتحذيرات دولية كبيرة لدولة الاحتلال زي منظمة العفو الدولية والمحكمة الجنائية الدولية ووكالة الأونروا، وحذروا من خطورة الهجوم على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، خاصة أن عدد سكانها تضاعف 5 مرات منذ بداية العدوان على القطاع. هذا في الوقت اللي بتواصل الحقيقة في مصر كالعادة اتصالاتها المكثفة لحقن دماء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وكذلك اللقاءات المتعددة التي يجريها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. شفنا النهاردة أيضا لقاء مع رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ورئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر. للمزيد من المتابعة والتفاصيل عبر الهاتف بينضم إلينا الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس. أهلا بك يا فندم. حياة الأخت الكريمة لكل سادة السادة المستمعين والمتابعين الكرام. بشكرك في البداية، دعني أبدأ معك بشكل عام عن مراقبتك للأوضاع في رفح الفلسطينية يا دكتور. يعني جميع كما أشرت يترقب ما يحدث في رفح، خاصة بعد ما قام به الاحتلال خلال 48 ساعة الماضية من بهجوم على منطقة الشبورة في رفح، وهي مخيم في قلب مدينة رفح، واللي ارتقى فيها قرابة 100 شهيد. هذه العملية التي بررها الاحتلال لإطلاق سراح أسيرين إسرائيليين، الخشية من يكمل ذلك بعد تصريحات التي وصلت من البيت الأبيض بأنهم يتفهموا دفاع الاحتلال عن ذاته، وما نشرته والستريت طبعا عن تصريحات عن جانب إسرائيلي أن الأسرى الإسرائيليين و قيادات حركة المقاومة انتقلوا من الشمال إلى غزة ومن غزة إلى خان يونس ومن خان يونس بعد عملية خان يونس إلى رفح. هذا تحريض واضح بصراحة وصريح، هذا يعني أن هناك قد يكون بالفعل عمليات هجوم متصلة على رفح. العملية طبعا هناك حراك مصري كبير تقوده الدولة المصرية في منع الهجوم على رفح لتبعد ذلك على كتلة سكانية طبعا تتجاوز 1.5 مليون. إذا تم الهجوم الآن بهذه الطريقة، يعني إزاحة هذه الكتلة السكانية بالتهجير القسري إلى مصر، ومصر طبعا أبلغت كل أطراف أن هذا الأمر مرفوض بشكل كامل، وهي صلبت بذلك الموقف الفلسطيني الذي رأى أن هذا الموقف يؤكد أن بقاء الفلسطينيين في أرضهم مهم جدا. وهذا ما تحدث عنه كيربي أمس، طبعا قال بشكل واضح طبعا أن عملية التهجير مرفوضة بشكل كامل، وهذا نتيجة الموقف والجهد المصري الذي بذل في هذا الأمر. اليوم كما تابعنا أيضا بجانب ما يحدث في رفح، وهناك طبعا انتظار من كل
سكان قطاع غزة ورفح بالتحديد عسى أن تصل الأمور إلى هدنة تفضي إلى وقف هذه الحرب المصورة للشعب الفلسطيني، والجميع في حالة انتظار لما ستقول به الاجتماعات خلال الساعات القادمة في القاهرة، عسى أن بالفعل يصلوا إلى هدنة تنهي هذه الحرب المصورة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. نعم. وكل الأعين بصراحة في انتظار، لكن رفح بالتحديد تمر في ظروف غاية في الصعوبة بعد أن ازداد الخوف، واليوم رأينا انتقال بعض العائلات والأفراد من رفح باتجاه الوسط خشية أن يبدأ الاحتلال بالفعل بالهجوم على رفح. الحقيقة دكتور أيمن، يعني احنا بنتحدث عن 130 يوم يعني في غزة، بنتحدث عن وضع إنساني كارثي بكل المقاييس، يظل هو السؤال يعني الذي دائما ما يسأل، ما السبيل للخروج من هذه الأزمة يا دكتور؟ والله أستاذ نانسي، يعني احنا نتأمل بأن نصل بالفعل إلى وقف لهذه الحرب، ووقف هذه الحرب يبدأ بشكل أساسي لفتح مشاريع سياسية، أما إعادة العالم بعملية تسكين جراح دون حلول فهذا لا يفضي إلى حل. يعني إذا تحدثنا عن وقف هذه الحرب الآن عبر إطار باريس الذي أقر هدنة متصلة تصل إلى وقف إطلاق النار، ثم الحديث لاحقا على ترتيبات قد تفضي بعد عدة شهور إلى تهدئة، ولكن دون أفق سياسي فهذا يعني أن الصراع سيستمر. اليوم نتحدث بمعلومات، لدينا حتى الآن أكثر من 25 ألف طفل يتيم، إن لم توضع آلية لاستيعاب كل هذه التضحيات التي تمت في غزة وفتح فقط سياسي، فنحرف عن عنف سيستمر في المنطقة إلى أجيال. واليوم القضية الفلسطينية عادت إلى مشهد ليس العربي فقط إلى الدولي، وأصبح الجميع يطالب بحل عادل للقضية الفلسطينية. نحن فلسطينيا وعرب قبلنا بدولة فلسطينية على حدود الربع حزيران عام 67 بما في القدس الشرقية بمساحة لا تتجاوز 22% من أرض فلسطين التاريخية، وخبرنا أن تكون هذه الدولة منزوعة السلاح تعيش بأمان في هذا المنطقة، ولكن حتى الآن لا يوجد شريك إسرائيلي يؤمن بذلك. وطالما لا يوجد شريك إسرائيلي طبعا يؤمن بذلك، هذا يعني أن العنف في المنطقة سيستمر. لذلك العالم الآن أمام تحدي صريح، إما أن يلزم ولاء المحتلين بالانسحاب من أراضي الدولة الفلسطينية والاعتراف بالدولة الفلسطينية الآن كما همهم بعض الدول مثل فرنسا بريطانيا أمريكا، وأن يكفوا عن إدارة الصراع عن الأول لهذا الصراع أن ينحل، وللأسف الشديد حل هذا الصراع بيد الغرب بشكل أساسي والولايات المتحدة الأمريكية بالتحديد. والحقيقة هذا كان سؤالي القادم دكتور أيمن، احنا بنتحدث أنه يعني مع كل التحركات من مختلف الدول التي تدعم القضية الفلسطينية، ولكن هناك انتهاك صارخ الحقيقة لكل القوانين الدولية من قبل الجانب الإسرائيلي. حتى مع هذا الاجتماع، يعني ما الذي من الممكن أن يتم يعني وضعه كورقة ضغط على الجانب الإسرائيلي، خاصة أن من الشواهد الأخيرة تقول أن إسرائيل أصبحت يعني لا تهتم ربما بأي سواء كانت يعني عقوبات عليها أو دول تقف ضدها أو ما شابه، ولكن كما تفضلت بالذكر هي فقط تحتمي بالظل الأمريكي أو السياسة الأمريكية. يعني دولة الاحتلال المصنفة لدى الكثيرين هي دولة خارج عن القانون، نتحدث عن أكثر من 86 قرار مجلس أمن صدر ولم ينفذ بشكل أساسي، مئات قرارات جميعا صدرت ولم تنفذ، وبالتالي دولة خارج عن القانون لا تكترث بكل ذلك. ونحن ندرك أن الدولة التي تستطيع أن تضغط على الاحتلال وإلزامه هي الولايات المتحدة الأمريكية. ورغم كل ذلك اليوم نتحدث عن القاهرة تستضيف اجتماع مهم جدا حول موضوع اتفاق الإطار، عسى أن يتم الوصول إلى وقف إطلاق النار حتى لو بشكل جزئي. الأمور حسب ما لدينا معلومات تسير باتجاه تنفيذ طبعا المرحلة الأولى من اتفاق إطار باريس في صفقة، تتحدث عن صفقة على إطلاق سراح 30 أسير إسرائيلي مقابل من 300 إلى 500 أسير فلسطيني. وصل وفد حماس اليوم بعد أن تم دعوته من القاهرة أيضا لترتيبات هذا الأمر. نتمنى كما أشرت أن نصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار حتى يلتقط الشعب الفلسطيني أنفاسه، وأن تؤمن ممرات بصراحة بشكل أو بآخر ممرات إنسانية لنقل للسماح لسكان قطاع غزة بالانتقال بشكل أو بآخر من رفح إلى مناطق أخرى متفرقة أقل حتى، وهذا يخفف بصراحة من عملية القتل خاصة لهذه المنطقة مكتظة بالسكان. لو ألقي حجر الآن في رفح فإنه سيصيب، فما بالك عندما نتحدث عن إطلاق صواريخ وقنابل على رفح. أنا طبعا بشكرك يا دكتور على كل ما تفضلت إليه من تفاصيل. الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس كنت ضيفي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. ما زلنا مع حضراتكم في ذات الملف، عبر الهاتف أيضا بينضم إلينا للمزيد من النقاش الأستاذ أشرف أبو الهول مدير تحرير الأهرام. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا، تحياتي لحضرتك.
بشكر حضرتك. الحقيقة أن أوضاع صعبة، قلق كبير اتجاه ما يحدث في رفح. كيف ترى الوضع الحالي في رفح الفلسطينية يا دكتور؟ يعني بالتأكيد هو وضع معقد، وضع مأساوي من ناحية الفلسطينيين في رفح، في حالة يرثى لها، تكدس غير مسبوق في العالم، جوع، مرض، فقر، شبه عراية، يعني الخيام البسيطة والملابس البسيطة لا تقيهم من الأمطار والبرد الشديد، ومع ذلك هناك تهديد ملاحقتهم عسكريا، ومع ذلك الجارات الإسرائيلية تتكثف، وبالأمس كانت هناك مذابح 50 جارة في حوالي ساعة أسفرت عن حوالي 200 شهيد ومصاب، واليوم أيضا غارات، ويعني هناك خشية أن إسرائيل تقتحم رفح برا بدباباتها ومدرعاتها، وهي التي طلبت من الناس أن يذهبوا إليها لأنها مكان آمن، وتكدس في أكثر من نصف سكان قطاع غزة ما يزيد عن 1,300,000 400,000 فلسطيني لجأوا إلى رفح معظمهم، ومع ذلك هم محاصرين الآن هناك. يمكن أن تكتحهم الدبابات أو تصيبهم قذائف الصواريخ والطائرات ويعني والمدفعية، كل شيء يمكن أن يصيبهم، ولذلك نحن في سباق مع الزمن لوقف هذه المذبحة المنتظرة والمتوقعة بقوة بسبب الاستخدام المفرط من إسرائيل لكل أنواع الأسلحة، وبسبب العجز الدولي عن وقف إطلاق النار، وبسبب العجز الدولي عن إجبار إسرائيل على تجنب رفح التي طلبت هي وأمام الناس جميعا أن يذهب الناس إلى رفح من الشمال والوسط، وهناك في رفح تحاصرهم. لذلك الوضع في رفح لا يمكن تخيله، المأساة أكبر من قدرات البشر على التحمل. نعم. طيب دكتور أشرف، الحقيقة جميع الأنظار بتتجه لمصر، إشادات دولية بالجهود المبذولة من جانب مصر لدخول المساعدات. كيف ترى دول العالم الدور المصري يا دكتور؟ يعني بالتأكيد دول العالم تدرك حقيقة الدور المصري. لا يدرك حقيقة الدور المصري في إدخال المساعدات إلا يعني كاذب أو جاحد أو إنسان لا يرى أو مغرض، ولكن العالم أجمع يعلم المجهود الذي تبذله مصر لإدخال المساعدات، الضغوط التي مورست على إسرائيل، والاتصالات التي تمت عبر العالم، وأيضا المجهودات التي بذلتها مصر سواء في استقبال المساعدات الدولية أو حتى في تجميع المساعدات الداخلية. ما يقرب من أو ما يزيد عن ثلثي المساعدات التي تدخل غزة هي مساعدات مصرية، هي مساهمات الشعب المصري، هي مساهمات الدولة المصرية، هي مساهمات الهلال الأحمر وصندوق تحت مصر وغيرها. بالتالي فأي أحد يشكك في هذا الدور يعني هو كاذب. نعم. بل يمكن أن نقول أنه يعني أكثر من كاذب، هو مغرض. لكن في النهاية لولا مصر لكان الوضع أسوأ بكثير. وأقولها بصراحة، لولا دخول المساعدات ولولا الدور المصري لن دفع الفلسطينيون فعلا ومن فترة طويلة ناحية الحدود ليخرجوا بحثا عن الطعام على أقل تقدير. طيب دكتور أشرف، يعني زي ما بنتابع مع حضرتك وطبعا مشاهدينا الكرام على الشاشة، العاجل بيقول إن الأمين العام للأمم المتحدة قال العواقب الخاصة بالهجوم على رفح ستكون وخيمة. ما الدور الذي من الممكن أن تلعبه الأمم المتحدة فيما يتعلق بقطاع غزة يا دكتور؟ يعني للأسف الأمم المتحدة تندد وتطالب وتشجب وتستنكر وتناشد، ولكنها عاجزة عن فعل أي شيء. دعيني أذكرك أنه هناك قرار أممي بدخول المساعدات، وهناك كبيرة منسقين أممية. أين هي الآن؟ ماذا تفعل؟ هل منذ أن تولت منصبها بعد القرار الذي صدر منذ 6 أسابيع تقريبا فعلت أي شيء؟ هل رأينا زيادة في كميات المساعدات التي تدخل غزة؟
رأينا زيادة في الضغط على إسرائيل، لم يحدث أي شيء. يعني للأسف السيد أمين عام الأمم المتحدة مشكور السيد أنطونيو غوتيريش ناشد وفعل كل شيء يستطيع أن يفعله كإنسان وليس كموظف دولي، لأنه موظف دولي في النهاية من يحكم الأمم المتحدة ومجلس الأمن هو الولايات المتحدة، وإذا لم ترد أن تحقق يعني ما يريده فلن يتحقق أي شيء. وإذا ما حصل بالفعل حاليا زعماء دول العالم والدول الأوروبية الذين جاءوا إلى مصر وذهبوا إلى رفح مندوبي الدول الأعضاء في مجلس الأمن لم يفعلوا أي شيء. نعم. إسرائيل وبدعم أمريكي وحماية أمريكية ورغم كل المزاعم عن وجود خلافات أمريكية إسرائيلية إلا أن إسرائيل لم تفعل أي يعني إلا ما تريد أن تفعله، وضربت عرض الحائط بكلام بايدن وبكلام غوتيريش وبكلام رئيس وزراء أسبانيا بلجيكا أيرلندا، كل شيء يمكن أن يعني تفعله الأمم المتحدة في إطار سلطتها. ليس الدولة وليس القوة عظمى، هو يعني عبارة عن جهاز إداري ينسق سياسات دول العالم فيما يتعلق بالقضايا الدولية، لكن في النهاية على رأس هذا الجهاز الإداري من يحرك العالم ومن يقوده إلى الحرب والسلم أو السلم وهو الولايات المتحدة. وإذا لم ترد أمريكا لم يستطع أي أمين عام للأمم المتحدة أن يفعل أي شيء، وربما يأتي اليوم الذي يحكم فيه أنطونيو غوتيريش على أنه يساعد الفلسطينيين كما حكم من قبل كورت فالدهايم واتهمت أنه نازي عندما أقرت في عهده أو أقر في عهده القرار الخاص بمساواة الصهيونية بالعنصرية. وأيضا السيد بطرس غالي الذي لم يحصل على فترة ولاية ثانية عكس كل الأمناء السابقين، لأنه في عهده صدر تقرير قانا الذي اتهم إسرائيل بارتكاب مذابح في قانا خلال العدوان على لبنان في 2006. نعم. أنا طبعا يا فندم بشكرك الحقيقة شكرا جزيلا على كل ما تفضلت إليه من تفاصيل ومتابعة. كنت ضيفي عبر الهاتف الأستاذ أشرف أبو الهول مدير تحرير الأهرام، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. مستمرون مع حضراتكم في هذا النقاش وهذا الملف تحديدا الذي يتعلق بما يحدث في رفح الفلسطينية. عبر الهاتف أيضا بينضم إلينا للمزيد من المتابعة والتفاصيل الدكتور جهاد الحرازين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بك وكافة المشاهدين الكرام. في البداية كيف هي الأوضاع في رفح الآن؟ يعني أعتقد بأن هناك حالة من الترقب تسود منطقة رفح وخاصة بعد العدوان الذي تشهده المنطقة، بالإضافة لأن هناك مجموعة من الضربات التي يستمر بها المدفعية أو يستمر بها الطيران الإسرائيلي في مناطق محددة سواء في المناطق الشرقية أو المناطق الغربية من البوارج الحربية الإسرائيلية التي لا زالت تلقي بحمم قذائفها. نحن نعلم بأن مدينة رفح هي المدينة الأكثر اكتظاظا بالسكان، حيث يتواجد أكثر من 1,600,000 مواطن فلسطيني نازح بداخل هذه المدينة، ولكن بعد الأحداث بدأت هناك حالة نزوح جديدة من منطقة رفح إلى منطقة سواء خان يونس أو إلى المنطقة الوسطى في دير البلح، لأن كل التوقعات وكل الأحاديث تتوقع باتجاه بأن هناك اقتحاما سيكون للمدينة واجتياحا بريا من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة بعد العملية العسكرية التي شهدتها مدينة رفح قبل يوم أمس والتي ذهب ضحيتها خلال ساعة واحدة أكثر من 123 شهيد والمئات من الإصابات وتدمير مربع سكني بأكمله. أضف إلى ذلك حجم المعاناة التي يعيشها المواطن الفلسطيني في مدينة رفح وفي كل أنحاء القطاع، من سواء من حالة لانتشار الأوبئة الصحية، انتشار المجاعة، عدم وجود الإمكانات التي تساعد على
أي نوع من الحياة المتواجدة في تلك المنطقة، ولذلك هناك حالة تخوف كبيرة وحالة ترقب بين الفينة والأخرى أن يكون هناك عملية عسكرية من قبل الاحتلال باتجاه مدينة رفح. الأمر الذي كنت يعني كثير من الضحايا، وقد تكون هناك أم الجزر في هذه المنطقة المقاطعة أساسا بالسكان، رغم كل المحاولات التي تجري على كافة الأصعدة في محاولة للجم ووقف هذا العدوان الإسرائيلي على تلك المنطقة المكتظة، إلا أن يبدو أن هناك قرارا إسرائيليا في هذا السياق بالدخول إلى مدينة رفح. الدور المصري كيف ترى منذ بداية الأزمة حتى الآن دكتور جهاد؟ لا نستطيع وصف الدور المصري بكلمات قليلة أو حتى بالعديد من الدقائق، لأن الدور المصري على مدار تاريخ القضية الفلسطينية هو دور مساند وداعم للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية بشكل كبير. وإذا أردنا الحديث عن هذه الأزمة الأخيرة التي بدأت بعد 7 أكتوبر، نعتقد أن مصر استطاعت أن تسخر كل جهود وإمكانياتها ومؤسساتها، سواء على المستوى الرسمي أو حتى على المستوى مؤسسات المجتمع المدني أو على المستوى الشعبي، لصالح القضية الفلسطينية وللعمل لإنقاذ الشعب الفلسطيني وإغاثته، هذا من جانب، ومن جانب آخر في محاولة لإطلاق مسار سياسي تستطيع من خلاله أن يوقف هذا العدوان على الشعب الفلسطيني، مع التأكيد على الخطوط الحمراء التي وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي أصبحت هناك حاضنة دولية لموقف مصر من قبل دول العالم المتمثلة بضرورة وقف إطلاق النار من جانب، بضرورة رفض فكرة التهجير القسري بحق الشعب الفلسطيني بشكل كامل، إدخال المساعدات بشكل متدفق وبشكل مستمر للشعب الفلسطيني، ضرورة وجود أفق سياسي يفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة بعاصمة القدس. من وجهة نظرك يا دكتور، ما المخرج من هذه الأزمة؟ احنا بنتحدث عن 130 حتى الآن يوم من العدوان على قطاع غزة، وما يحدث الحقيقة من كوارث إنسانية، ما هو السبيل للخروج من هذه الأزمة؟ يعني أعتقد بأن مفتاح الحل أولا لدى واشنطن، وباستطاعة الإدارة الأمريكية أن تضغط بشكل حقيقي على الاحتلال لوقف العدوان الإسرائيلي، ولكن ما الذي من الممكن أن يعمل على تغيير الموقف الأمريكي دكتور جهاد؟ يعني هناك العديد من المحاولات والمواقف، الاتصالات التي تجري على كافة المستويات، ومن ضمن هذه الاتصالات المصرية التي وضعت العالم أمام مجموعة من القضايا المهمة، وخاصة بعد اللقاءات التي أجراها يوم أمس وزير الخارجية المصري سامح شكري، وقبل ذلك الاتصالات التي جرت من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أضف إلى ذلك اللجنة العربية الإسلامية التي شكلت بعد قمة الرياض والتي أجابت دول العالم للتحذير من خطورة الموقف. كل ذلك يضع أمام الإدارة الأمريكية العديد من الخطوات والطرق، لذلك بدأ يتغير الموقف الأمريكي باتجاه ما يرفع من شعارات أو حتى في الأحاديث السياسية عن عودة فكرة حل الدولتين، فكرة إقامة دولة فلسطينية مستقلة. وجدنا نقاط الخلاف ما بين إدارة بايدن ونتنياهو، وإن كان الخلاف هو يأتي في السياق الخلاف الشخصي بشكل كبير، والمواقف الأمريكية بهذا السياق. هذا من جانب آخر، أعتقد بأن هناك أصبح حالة من التغير لدى المجتمع الدولي وخاصة المجتمع الأوروبي والمجتمع الغربي بعدما سقطت الرواية الإسرائيلية، وأصبح هناك رواية حقيقية تظهر مدى بشاعة هذا الاحتلال ومدى الإجرام والعنصرية والوجه الحقيقي لهذا الاحتلال الذي يرتكب الجرائم على رأسها الإبادة الجماعية. ووجدنا محكمة العدل الدولية التي اتخذت مجموعة من القرارات التدويرية التي ألزمت دولة الاحتلال بها، والمضي بأن هناك دعوة أو شبه دعوة باتجاه جريمة إبادة جماعية ارتكبها الاحتلال، وكذلك على المستويات القانونية الدولية في المحكمة الجنائية الدولية وغير ذلك من المؤسسات الدولية. بمعنى أن هناك حالة من الحراك السياسي والدبلوماسي والقانوني على كافة الأصعدة لتشكيل لوبي دولي ضاغط على حكومة الاحتلال. وإذا أردنا الحقيقة بعينها، لا بد أن يكون هناك خطوات بعيدا عن فكرة الإدانة والشجب والاستنكار، بأن يكون هناك إجراءات تتمثل هذه الإجراءات بأوراق ضغط على الاحتلال، سواء من خلال المقاطعة الاقتصادية، سواء من خلال عمليات المحاسبة
على تلك الجرائم التي ارتكبها الاحتلال في إطار أو سياق العلاقات السياسية والدبلوماسية. كل ذلك هي عوامل ضغط يمكن الضغط سواء على الولايات المتحدة الأمريكية أو على دولة الاحتلال لوقف هذه الجرائم ووقف هذه الإبادة التي يقوم بها الاحتلال على الشعب الفلسطيني بشكل متواصل وبشكل متكرر. نعم. طيب أخيرا دكتور جهاد، هل نحن قريبين من إتمام صفقة أم ما زلنا يعني بعيدين عنها يا دكتور؟ يعني أعتقد ما يجري اليوم في القاهرة من اجتماعات تستضيف القاهرة لرؤساء المخابرات سواء رئيس المخابرات الأمريكي والأمبيرنز مع رئيس الوزير عباس كامل رئيس المخابرات المصرية ورئيس الوزراء القطري ورئيس جهاز الموساد والشباك الإسرائيلي، أعتقد بأن هناك محاولات لتقريب وجهة نظر أو جسر اللي هو للوصول إلى تهدئة تمتد إلى 6 أسابيع يتم البناء عليها. وأعتقد بأن قد يكون هناك حال من المرونة خلال هذه الفترة، لأن كلا الطرفين هم بحاجة إلى هذه الهدنة وبحاجة لإجراء صفقة تبادل. نحن ندرك بأن نحن في اليوم 130 من الحرب والعدوان، وهناك محاولة وضرورة لالتقاط حتى الشعب الفلسطيني بحاجة إلى التقاط الأنفاس بعد هذه المجازر التي ترتكب حقه. ولذلك الجهود التي تبذل اليوم بالقارة أعتقد بأنها ستفضي خلال الأيام القادمة أو الأسبوع القادم إلى ما يبدو على أن يكون هناك صفقة هدنة تمتد لستة أسابيع يمكن البناء عليها مستقبلا بعد ذلك في عملية هدن متواصلة ومتلاحقة وصولا إلى فكرة إطلاق النار حتى نخرج من الاشتراطات الإسرائيلية أو اشتراطات المقاومة التي قدمت من كلا الطرفين. وضحت الصورة يا دكتور. أنا الحقيقة بشكرك أيضا شكرا جزيلا على هذه المداخلة دكتور جهاد الحرزين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. مشاهدينا الكرام فاصل قصير بعديها عودة لاستكمال ما تبقى من إكسترا اليوم. مازلنا مع حضراتكم في إكسترا اليوم، وبتحتفل مؤسسة صناع الحياة مصر في حضور لفيف من الضيوف بمرور عام على افتتاح وتشغيل مركز الغسيل الكلوي بقرية المقطعة بمركز السنبلويين بمحافظة الدقهلية. يذكر أن مركز المقطعة للغسيل الكلوي تم افتتاحه رسميا في شهر فبراير من العام الماضي بتبرعات من أهالي قرية المقطعة وإشراف وتشغيل مؤسسة صناع الحياة مصر. على كل حال المزيد من التفاصيل بينضم إلينا الزميل عبد المنعم إبراهيم. عبد المنعم برحب بك وبالتأكيد لديك كل التفاصيل، تفضل. أهلا نانسي. جهود مكثفة تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. نحن الآن في محافظة الدقهلية لاحتفالية ما يقرب من مرور عام على إنشاء مركز الغسيل الكلوي بقرية المقطعة، وهي إحدى القرى الريفية التابعة لمركز السنبلوين بمحافظة الدقهلية. هذا المركز يخدم أو يقدم العديد من الخدمات لمرضى الغسيل الكلوي في ريف محافظة الدقهلية، واستفيد منه 30 مريض بشكل دائم. وقدم المركز على مدار عام ما يقرب من 2200 عملية غسيل كلوية على مدار عام. المركز يستهدف في العام الحالي أو العام المقبل زيادة عدد ماكينات الغسيل الكلوي، وبالطبع هو به ما يقرب الآن من 8 ماكينات للغسيل الكلوي. يستهدف المركز زيادة هذه الماكينات لتصل إلى 20 ماكينة، وبالتالي زيادة عدد المرضى الدائمين لدى المركز. هذا ليس المركز الأول الذي تقيمه مؤسسة صناع الحياة لمراكز الغسيل الكلوي على مستوى محافظات الجمهورية، هذا هو المركز الثالث، سبقه مركزين في محافظات مختلفة، وأيضا هناك مركزين آخرين. تسعى مؤسسة صناع الحياة إلى إنشاء مركزين آخرين، الأول في محافظة الإسكندرية والثاني في محافظة سوهاج، لتقديم العديد من الخدمات لمرضى الغسيل الكلوي. بالإضافة إلى هذه المراكز تشن مؤسسة صناع الحياة هنا في محافظة الدقهلية حملة توعية بمرضى ومخاطر الكلى في محافظة الدقهلية للتوعية من مخاطر مرضى الغسيل
الكلوي أو من مخاطر مرضى الكلى بشكل عام، وحملات لتوعية مياه شرب نظيفة، بالإضافة إلى الخدمات التي يقدمها هذا المركز الذي تم إنشاؤه من قبل الأهالي وبإشراف وتشغيل مؤسسة صناع الحياة الذي تدير وتشرف على المركز على مدار عام، والذي قدم العديد من الخدمات لمرتادي يعني هذا المركز في ريف محافظة الدقهلية. على مدار عام قدم العديد من الخدمات، هناك 30 مريض بشكل دائم استفادوا من هذا المركز، وهناك أكثر من 2200 عمليات غسيل كلوي أجريت داخل أروقة هذا المركز. وقدم المركز الحقيقة العديد من الخدمات إلى أهالي ريف محافظة الدقهلية. هذا المركز لا يعني مركز الغسيل الكلوي بقرية المقاطعة لا يخدم قرية المقاطعة فقط، هو يخدم العديد من قرى ريف محافظة الدقهلية والقرى المجاورة لقرية المقاطعة التي تتبع مركز ومدينة السنبلاوي. إليك نانسي إذا ما كان لديك أي أسئلة أخرى. عبد المنعم، الحقيقة أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل اللي أنت تفضلت بيها. شكرا جزيلا لك زميل عبد المنعم إبراهيم، كنت معانا للمزيد من التفاصيل عن مركز الغسيل الكلوي في المقاطعة. شكرا جزيلا لك. خلينا نروح مع حضراتكم لشأن دولي، ملف الانتخابات الأمريكية، تطورات جديدة الحقيقة كل يوم، خصوصا وإن بقى من المحتمل إن المنافسة النهائية تكون بشكل كبير جدا بين جو بايدن الرئيس الحالي ودونالد ترامب الرئيس السابق. كلام كتير عن الحالة الصحية للرئيس الأمريكي، بنشوف صحيفة وول ستريت جورنر بتقول إن نائبة الرئيس كاميلا هاريس أكدت إنها مستعدة للقيام بمهام الرئيس. طيب الحقيقة هذا الملف فيه العديد من التفاصيل، خلينا نفهمها أكثر. بينضم إلينا عبر الهاتف من واشنطن الأستاذ إيهاب عباس المتخصص في الشأن الأمريكي والعلاقات الدولية. أهلا بك يا فندم. طيب مرة أخرى أستاذ إيهاب، هل حضرتك معايا يا فندم؟ طيب يمكن على ما يعود إلينا الأستاذ إيهاب، يمكن كنا بنتكلم عن الملف الأمريكي، الانتخابات الأمريكية، تطورات الخاصة بالانتخابات الأمريكية. الحقيقة الانتخابات الأمريكية هي من أكثر الانتخابات اللي دائما ما بتحمل جديد دائما أو بتحمل مفاجآت. في هذه المرة بتتسم بصفة كبيرة أو يعني أيضا إثارة كبيرة، لأن احنا بنشوف الحالة النفسية والمرضية للرئيس الحالي جو بايدن. عندنا أيضا بنتحدث عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يدخل هذه المنافسة بقوة شديدة، مع أنه مدان أمام المحكمة في الداخل الأمريكي. يمكن كان في إشكالية كبيرة جدا حول هذا الملف، هل يستطيع أن يرشح نفسه أو لا، ولكن كما نرى سيقوم دونالد ترامب بترشيح نفسه في هذه الانتخابات. أيضا يمكن كان الحديث عن إن كان هناك حالة مرضية كبيرة للرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، من سينوب عنه؟ من سيرشحه الحزب الديمقراطي ليخوض الانتخابات القادمة؟ البعض كان بيتحدث أن الحزب عليه ترشيح ذات الرئيس، وأن الرئيس الحالي له الأحقية بأن يرشح نفسه مرة أخرى في الانتخابات القادمة، وهو الرئيس جو بايدن. ولكن يعني تصريحات نائبة الرئيس كاميلا هاريس كما قرأناها منذ قليل بتقول أنه هي من الممكن أن تقوم بمهام الرئيس الحالي. طيب هذه التصريحات ماذا تعني؟ هل تعني أنها ستخوض الانتخابات الرئاسية مكان جو بايدن في الانتخابات القادمة أم لا؟ هذا فيما يتعلق أيضا، دعوني أحدثكم عن استطلاعات الرأي الأخيرة التي فاز بها بشكل كبير جدا الرئيس السابق دونالد ترامب. في وقت من الأوقات كان كل ما يتعلق بالمواطن الأمريكي أو بيهتم بالداخل الأمريكي، الحالة الاقتصادية في الداخل الأمريكي، ماذا سيكسب من الرئيس القادم، ما الذي سيقدمه له الرئيس القادم. ولكن استطلاعات الرأي أشارت إلى أن المواطن الأمريكي أصبح في هذه الأثناء أيضا بيتطلع إلى دور الولايات المتحدة الأمريكية في الخارج، أصبح يتحدث عن الدعم الكبير الذي تعطيه الولايات المتحدة الأمريكية لأوكرانيا على سبيل المثال في مواجهة روسيا، وأن ذلك يؤثر بشكل كبير للغاية على الحالة الاقتصادية في الداخل الأمريكي. أيضا كان له إشارة إلى ما يحدث في قطاع غزة، الدور الأمريكي فيها كيف سيؤثر أيضا الحالة الاقتصادية في الداخل الأمريكي. على كل حال سنتناقش في هذا الملف بشكل أكثر تفصيلا وبمعلومات أكبر بكثير في الحلقات القادمة، لأنه الحقيقة يمكن سيكون هو الملف الذي متواجد معنا على مدار الحلقات القادمة. خلونا نذهب مع حضراتكم لفاصل قصير، بعد ذي عودة لاستكمال ما تبقى من إكسترا اليوم.
أخرى بنعود إلى حضراتكم في إكسترا اليوم. خليني أذهب مع حضراتكم إلى آخر ملفات هذه الحلقة، وتحديدا لملف مهم يتعلق بالتعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية. يعني كما نعلم الحقيقة أن العلاقات المصرية السعودية هي علاقات تاريخية تتسع لتشمل المجالات كافة. شفنا زيارة المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، وعمر الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لمقر وزارة الثقافة، حيث التقوا بالدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة. أكد خلال هذه الزيارة الشيخ إطلاق شراكات جديدة مع مصر في العديد من المجالات الثقافية. شراكة عميقة يصير لها أبديت كل فترة، والآن إن شاء الله قبل ما أغادر مصر بإذن الله بيكون في إن شاء الله إعلانات مهمة إن شاء الله بإذن الله بوجود المعالي الوزيرة الرائعة والنشيطة. تعاون في مجال الأوبرا، تعاون في مجال المسرح، تعاون في مجال المحتوى، تعاونات مختلفة، تعاون في الفرق الموسيقية، ليالي سعودية، ليالي مصرية مختلفة هنا وهناك، يعني إن شاء الله أشياء ورعايات لبعض الأشياء المهمة إن شاء الله. التبادل الثقافي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية قائم وممتد عبر سنوات طويلة. إحنا بندخل مرحلة جديدة في التعاون مع هيئة الترفيه في مجالات عديدة زي الحفلات الغنائية، فيها الموسيقى العربية والأوبرا والباليه والدراما المسرحية، إلى جانب طبعا الشركة المتحدة مشاركة معنا في هذا التعاون في مجال السينما ومجالات أخرى كثيرة في مجالات الفلوسق. إحنا سعداء بوجود معالي المستشار، وإن شاء الله في الفترة الجاية هيتم الإعلان عن كثيرا من التعاون ما بيننا وما بين المملكة العربية السعودية إن شاء الله. الحقيقة أن زيارة المستشار تركي آل شيخ بتعكس تعاون مشترك ومتجدد بين البلدين، حيث التقت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة بالمستشار تركي آل شيخ بحضور عمر الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. استعرضت وزيرة الثقافة مع وزير الترفيه في المملكة التعاون المشترك في المجالات الثقافية، حيث ستكون هناك شراكة ثلاثية بين وزارة الثقافة والشركة المتحدة وهيئة الترفيه السعودية في المسرح والسينما والغناء، فضلا عن توسع للشراكة بين مصر والسعودية في المجالات الثقافية والفنية. قال المستشار تركي آل شيخ أنه سيجرى إطلاق ليالي الأوبرا في السعودية بفرق مصرية، وليالي السعودية في الأوبرا المصرية بفرق سعودية. كما أشار أيضا إلى أنه سيكون هناك عروض مسرحية مشتركة بين مصر والسعودية، إضافة إلى عمل مشترك بين الجانبين في مجال الدراما، كما قدم طرحا بإطلاق 15 ل20 مسرحية كل موسم للرياض. وإحنا بنتكلم عن العلاقات المستمرة بين مصر والسعودية، الحقيقة لازم نروح لمباراة نهائي كأس مصر اللي هتتلعب بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في المملكة العربية السعودية ضمن موسم الرياض. هذه المباراة بتتلعب لأول مرة خارج مصر، من المفترض أنها ستقام يوم 8 مارس المقبل على أرضية ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض. الخطوة دي بتأتي في إطار العلاقات بين مصر والسعودية، وأن استقطاب الأحداث الرياضية الكبرى زي كأس مصر ورعاية الكأس من قبل موسم الرياض بيمثل بالتأكيد فرصة استثنائية وانعكاس لطبيعة التعاون المثمر. بهذه الأخبار مشاهدينا الكرام نكون وصلنا لختام هذه الحلقة من إكسترا اليوم. كنت مع حضراتكم على مدار ساعة إلا قليلا نانسي نور. الشكر موصول أيضا لفريق عمل البرنامج. شكرا لحضراتكم، إلى اللقاء.